السلام عليكم، تحية لجميع الأحرار والحرائر في الوطن الجارح. اليوم جينا بشكل عادي وطبيعي، جينا للمحكمة ديال سينوك الدار البيضاء باش نحضروا المحاكمة السورية ديال المعتقلين، ديال المعتقلي حركة الف. احنا واخا كنعتبروها احنا غير مسرحية، وجينا باش نحضروا لهاد المحاكمة. إذا بينا كنتفاجئوا أن الناس كيمنعونا من الولوج للمحكمة، وماشي غير حنا، منعوا مواطنين اللي كيحملوا معاهم بطاقة الهوية. منهم واحد الاخ جاي من زاكوره، صوروا معايا، قالوا لي انك انت جاي من زاكوره، بحال زاكوره راه دوله بوحدها. هاد الناس اللي كيتهموا الريف بالانفصال راه هما اللي كيديروا الانفصال في البلاد. انت جاي من زاكوره ما تدخلش. هاد البطاقه الهويه اللي كتسولوا عليها المواطن هذا اشنو من حالته؟ من حالته الصحه، من حالته التشغيل، من حالته التعليم، وما خلاتوش يدخل حتى للمحكمه. بالله عليكم فين غادي نبات القمع هذا؟ فين غادي نبات الترهيب هذا؟ مواطن بغا يدخل غير للمحكمة باش يحضر المحاكمة ديال معتقل الريف باش منعوه. حنا عارفين غير مسرحية. النظام نظام الديكتاتوري. هو مواطن. ها البطاقة هذه ديال المواطن اللي منعوه باش يدخل. جيب معاه بطاقة الهوية ديالو وتمنع باش يدخل، لدرجة أنه تعصبوا لاحة والله يتلاحة وخلاه، وخلاه البطاقة هذي، لاحة وخلاه، حيت منعوه أنه يدخل المحكمة. إلا كانت المحاكمة سرية يقولوها لينا، إلا كانت علنية يقولوها لينا. كنا ماشي مغاربة يحلوا لينا الحدود نمشيو في حالنا، إلا كنا ماشي مغاربة شحالنا الحدود خلونا. لا حنا آخر المطاف غنساليو باش نطالبوا إسقاط الجنسية، حيت هادشي بزاف. الأنظمة الديكتاتورية ديما هذه هي الأساليب ديالها. هاد الهجمة الشرسة القمعية والاعتقالات راه غير الاحتواء التناقضات الاجتماعية اللي كاينة في هاد البلاد. هاد الهجمة القمعية الشرسة والاعتقالات راه الاحتواء التناقضات الاجتماعية اللي كاينة في هاد البلاد. هادي مسرحية كل مرة فصل جديد. إلا كان الإعلام العمومي تابع المزيف كيقول بأن المغرب استثناء، راه فعلا المغرب استثناء، المغرب استثناء في القمع، استثناء في التشريد، استثناء في الاعتقال. راه هاد المقاربة الأمنية راه ما عندها فين توصلكم، ما عندها فين توصلكم، والتغيير جاي بغيتو ولا كرهتو. راه كفى من القمع، كفى من الترهيب، كفى من الاعتقال، كفى من المحاكمة خارج القانون، كفى من المحاكمة السورية. راه صافي بركة. السلام عليكم، تحية لكل الأحرار والحرائر في هذا الوطن الجريح وخارجه. حنا اليوم جينا باش نحضروا المحاكمة السورية ديال المعتقل حراك الريف، وماشي غير والدي غير اليوم، المنع ديالنا من بداية المحاكمة ديال المشرطة ديال حراك الريف هو كاين المنع ديالنا. كاين المنع أول حاجة، هذه المحاكمة ليست علنية، فهي محاكمة سرية واستخباراتية. كاين واحد القوة ديال الاستخبارات على الابواب ديال المحاكم. اليوم ملي كنجي انا تقدمت البطاقه الوطنيه ديالي كنتفاجئ تم التفتيش ديالي من قلبوني كامل، بحال انني مهرب الثروه، بحال انني مهرب نجيب متفجرات، بحال انني نائب اموال الشعب. هي راه عارف هاد المحاكمه حنا جينا باش نتفرجوا في المسرحيه الصوت الثاني. وعلاش منعوا المواطنين؟ راك كتقولوا انتم محاكمه عادله فيها الديمقراطية، حقوق الإنسان، وهادي خليو الشعب المغربي مابقاوش كيكذبوا عليه في الإعلام. ماشي يشوف الجرائم اللي كترتكبوا في المحاضر المزورة وفي تلفيق التهم وفي 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 وفي. حنا اليوم علاش جينا؟ علاش كيتمنعوا هاد المواطنين؟ علاه مجموعة من المواطنين كيسولوا لا أنت منين؟ واش من الحسيمة؟ واش عندك شي عائلتك؟ عندك شي خوك؟ لا ما تدخلش. عندك شي لا انت من جاي؟ وانت من زاكوره؟ لا ما جيت ديرت انا. واش حقوقي؟ واش دكان سياسي؟ واش كيدخل داك كاين سياسي؟ عيط داك كاين سياسي مسامه في هذيك المسرحيه، داك كاين سياسي مسامه في هذيك المسرحيه، وجاي يمشي يطبلوا يقولوا محاكمه واحكام القاسيه واحكام اري ولا محاكمه سوريه. محاكمه سوريه واش هاد الناس اللي واخدين 20 عام نابين ثروه وسافرين مال العام، سيروا جيبوا الهمة وجيبوا المجيدي وجيبوا اخنوش وجيبوا الناس اللي خرجوا على البلاد وضربوا الصفقات وزيدوا زيدوا 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 زيدوا. احنا رشنا فرنسا حرقوها، تحب السترة الصفراء، تحرقت باريس، تحرقت.
باريس كلها تحرقت. اما شفنا شي 20 عام شفنا شي ماكرو قال انفصاليين شفنا ما شفنا حتى شي حاجه. نعم نتفهموا الاحتجاج، نعم نتفهموا المطالب ديالكم العادله والمشروعه، ولا خويا سير بحال هكا ماكرو قاش الناس فات المعمل وهادو راه خرجوا على سبيطار وجامعه وطريق وسمنا زعزعه امن الدوله والاستقرار والى اخره والى 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 20 عام والطبال والغياطه. سيروا جيبوا الناس اللي نابوا التراوات. لم نرى محاكمات لرموز الفساد، ولم نرى محاكمات لناهبي المال العام. طالب العالمي المتهرب من الضرائب راه وزير، والزير اللي ضرب 22 مليار راه في رئاسة البرلمان. خالد عليوة اللي غير عزاه الملك ما بقاش رجع. فين هاد تطبيق القانون؟ حادقين عير باش تعفطوا وطحنوا هاد المواطنين، هاد الشباب اللي خرجوا من اجل انهم خرجوا من اجل الكرامه، خرجوا من اجل العيش الكريم، ضربتوهم ب 20 عام. شباب في عمر الورد، في سن الورد، كيبنيو الشباب ديالهم في المعتقلات. ورموز الفساد جات من على البلاد وكيطحنوا في الشعب. هاد الكلمه هادي ماشي غنقولها في اللايف، قلت لهم هما الى جا الهمه كنتحداهم يطلبوا منه الوثائق. الى جا المجيدي كنتحداهم يطلبوا منه الوثائق. القانون اللي ما يسريش على الهمه ما يسريش علينا. هادي بلاد ما فيهاش القانون، القانون غير مجرد كلينكس. قانون ما عنده حتى قيمه، هادي بلاد لا قانون. عمر المغرب كان فيه قانون، وعمر المغرب كان فيه دستور، وعمر المغرب كان فيه حكومه، وعمر المغرب في تاريخ المغرب. المغرب بحال شي زريبه حاكمه واحد العصابه هي اللي كتنهب وهي اللي هنا كيوضعوا لنا القانون. كيطبقوا شي هنا كيوضعوا لنا القانون. القانون الرجعي ديالهم. القانون لا ديمقراطي، القانون لا شرعي ديالهم. لو كان القانون انا كجاني قبل الباب كنت لقي القانون كاع ما يتزف زافي وصحابه في الحبس. كان القانون كل اخنوش ومواجه وراه ورأس السجون اللي نهبوا الثروات والملايير. عمرنا في تاريخ المغرب تحاكمت شي حكومه او تحاكمت شي محكومه او تحاكمت شي وزير او شي برنامج تتحاكم وتقدم امام العداله. عمرنا ما لقيناها في تاريخ ديال المغرب. علاش كنت كتقدم كيتحاكم حميده وسيدي علي وهذا اللي وحنا داك كندخلوا للمحكمه وديما كاين الاستفزازات. علاه كاين ديما الاستفزاز؟ يقلب فيك يقلب فيك بحال انك انت مهرب ثروه. يقلب فيك تفتيش ومجموعه من الجهاز السخط. لو كون داروا كل المخابرات من واحد ديك الاستخبارات حنا نايبين العام ما غادي تكون صفر على والو. واش حاضرين ازاز لافيته عواج رجا جاب اش لابس قبيه بيضاء اش لابس حتى استخبارات عندنا بدي قديم جيب لنا زي ستر لا كارت ناسيونال سميتك كانت استخبارات والله بالله عليكم السر كيضحك. 2018 داكشي العصر الحجري باقي ندير الروجيستر وستيلو اشنو سميتك او دير المشاريع العملاقه قال لك مشاريع ومحكمه في 2018 باقي ندير الروجيستر وستيلو ضارين بك 20 واحد والتمحيص هذا ديروا النائب الملام ديروا الرموز الفساد. كون كان عندنا قانون حقيقي ما غاديش نحضروا لهاد المهازل هذه، هاد المحاكمات الصوريه والمحاكمات خارج القانون. راه ما عندناش قضاء مستقل، ما عندناش قضاء مستقل، والقرار غير مستقل في المغرب، شي القرار ديال النظام المغربي غير مستقل. القرار كيجي من باريس وكيجي من واشنطن وكيجي من تل ابيب. اللي كينهبوا هاد البلاد تواطؤوا مع النظام المغربي، اما حنا راه خلاونا غير حمير ديال الطاحونه. كما قال العراب ديال الجلادين في المغرب وفقير قال لهم المغرب غا بقرا المخزن باغينا نشدوها من كرونها مزيان باش المخزن في الداخل واسيادو في الخارج يحلبوا كما بغاو. هذا حيت الانظمه الدكتاتوريه ديما في حاجه الاجهزه قمعيه باش تحتوي التناقضات وتحتوي الفروق الطبقيه. راه ما غاديش تضحكوا علينا وما غاديش لن نتنازل قيد انمولة. حنا خارجين من اجل الكرامه، من اجل الحريه. هاد المهزله، هاد المسرحيه اللي كاينه لداخل راه كفى عبثا. بارك كتضحكوا على الشعب المغربي. وللذكر وزير المحكومه الرميد اش قال في الصوت الاول ديال محاكمه الريف اش قال؟ القضاء مستقل ومحاكمه عادله وهادي ما يتحرك الملف ديال الشهيد ايد بن عيسى ايد الجيد اش قال؟ رده حقوقيه
قطاع غير مستقل، قطاع غير مستقل. شنو كاين الدوله كتناقض مع راسها؟ هو الكيل بمكيالين تناقض مع الذات ديالها. الا كما كنقولوا هنا كاين اليوم كيتقدموا محاكمات معتقلي حراك الريف الشوط الثاني ديال الاعتقال ديالهم. هذه محاكمه صوريه علاش؟ باش يطول المشهد والازمات السياسيه والاقتصاديه اللي كيعيشها الشعب المغربي، باش يقصروا عاوتاني ويطولوا. سير غدا اثنين ثلاث الاربعاء اثنين، باش الشعب المغربي اريافه اللي في اوروبا، اريافه اللي في الداخل، الاحرار ديال الوطن، والله ما خرجنا الشارع واحتجينا وخرجنا واعتصمنا، والله لا خرجوا الدراري راه حتى هو مقصر معانا. فرنسا ناخذوا منها الدروس احتجاجا السترة الصفراء. خرج سكولت بقرة، شوف كيفاش خد حق 24 ساعة إذا لك المطلب كيفاش كيتحقق. أنا تنسى القم سامو في المسرحية والفيسبوك هذه، راه ما خرجنا الشارع، راه هذه مسرحية، حنا جينا باش نشوفوا هذيك الخرافات ديال هذه المسرحية وكنشوفوا راه الدراري في معتقل الريف راه بينوا على الجلسة الأولى بينوا على الخرافات. درتي على الشعب وجيتي الخطاب للشعب. فرنسا حقه مكاسب وباقي كيتسناو في مكاسب، بلجيكا حقه مكاسب باقي كيتسناو في مكاسب، المغاربة باقي كيتسناو الفيديو الثاني ديال الراقي. والشعب وفي اخبارك كما يبقاو يضحكوا عليكم بالفرقعات الإعلامية وبالإلهاء كيدير لكم تغييب الوعي ديال الشعب. وانا اللي ما بغاش يتفهم ليا هما مضامنين بيناتهم اللي كيشفرونا كينهبونا، مضامنين بيناتهم. حنا ما بغيناش نعيقوا، ما بغيناش نضامنوا بيناتنا، وكونوا ايد وحده وضامنوا وتعلموا ثقافه الاحتجاج. راه والله ما خرجنا للشارع حتى غنشوفوا اسود من هذه الايام اللي كنعيشوها دابا. النظام المخزني راه نظام جبان، نظام حقار، الا حنيتي الراس غادي ياكلك. خرج الشارع وطالب بحقك. شنو هما الناس خايفين؟ خايف من الحبس؟ راه حنا في حبس كبير. خايف من الموت؟ على حنا عايشين، حنا ميتين. العيش بلا كرامه، العيش بدون كرامه راه موت، راه موت. كما واحد القوله كتعجبني قالها جمال الدين الافغاني، قال لك شعب يعبد حاكمه جهرا ويسبه سرا لا يستحق الحياه، لا يستحق الحياه. تقول عندنا الجرأه والشجاعه ونخرجوا نطالبوا بالحقوق ديالنا. راه ما كاينش شي واحد غيجي يدق عليك باب دارك ويعطيك حقك. انت اللي غتبقى ساكت على هاد الحقره والذل. واش محاكمه اللي عارفين احنا سوريا ماشي غير الدخول، ما خلاوكش بالبطاقه، زيد عنده البطاقه ديال الهويه ديالو ما خلاوش، لدرجه انه لاحق خلا لهم البطاقه ديال الهويه. اشنو من حالات ديال البطاقه ديال الهويه؟ اشنو من حالات الاستحاله التعليم الشغل؟ وغا المحكمه ما مكناتوش انه يدخل لها، وخا هي غا محاكمه سوريه غا مهزله غا مسرحيه خارج القانون، وما خلاوش يدخل. قالوا لي انت من زاكوره، ربما زاكوره دوله بوحدها، راه الناس هما اللي كيزكيو الانفصال، هما اللي فصلوا البلاد. اما حنا بغينا نفصلوا على الفساد، بغينا نفصلوا على الحقره، بغينا نفصلوا على القمع والترهيب اللي كنتعرضوا ليه من النظام المخزني القمعي الرجعي الجبان. باش نعاود نقولوها، راه كنا مواطنين من خلالك البطاقه الوطنيه اللاوطنيه، البطاقه اللاوطنيه ديالنا تعطينا القيمه ديالنا في السبيطارات وهذيك الاستخبارات اللي كنا حاضيني. رانا اللي كنخلصك، رانا اللي كنمشي كنشرى بشكيطو من بيطل، رانا اللي كنخلصك من الضرائب ديالي، رانا اللي كنخلصك ديرها في بالك، رانا اللي كنخلصك وكنخلص هذاك الوزير وكنخلص الراس الكبير. مشي خدمني وخدم المصالح ديال الوطن، مش ديروا لنا عصا وتقمعونا. بركه ما واش ما عندكمش ضمائر؟ هيا كتفيقوا بركه، واش ما عندكمش. انا راه غتنوض، راه غنتواجه معاكم، ديروا بالكم. هذه شي نهار غتنوض، وما عاد بالي قصوره في باريس وبالي قصوره في بنما وشي حاجه. ديروا بالكم غتقاوموا ولاد الشعب. تحكوا الشعب بزاف دليتو قهرتوه بزاف، حيت علاش؟ حيت هو سيقبل بالدل، راه هو قبل بالدل. دابا كيضحكوا عليه الراقي، الفيديو الاول، اكبر راقي هو اللي عندنا، حاكمنا بالخرافه والشعوذه، هذاك هو الراقي الكبير.
اللي كيضحك علينا يوميا من الصباح حتى العشيه بالاعلام ديالو بالدكاكين السياسيه ديالو بكلشي. بركه فيقوا شويه من القلبه. واش اللي جاي يخوركم؟ اللي جاي يضحك عليكم؟ اللي جاي يضحك عليكم؟ الراقي الراقي والراقي هو اللي ساكنكم، هذاك الجن هو اللي ساكنكم، مخزانوش هذاك هو اللي ساكن خلقتكم تخرجوه منكم. غربة خصنا شوية نفيقوا ونعرفوا هاد النظام المخزني القمعي الرجعي كيفاش كيتعامل مع الشعب، ويكون عندنا فكر نقدي، فكر تحليلي، ما نبقاوش غير اي حاجة لا حوالينا نشدوها. كنقولوا الحرية لمعتقلي الريف، الحرية لناصر، الحرية لجلول، الحرية للربيع، الحرية لاي حر خرج واي حرة خرجات باش يدافعوا على المغاربه، باش اصوات الحره اللي خرجات كتدافع على المغرب. الحريه العادل بداحي، الحريه الملكاسكيطه، الحريه العزيزه الحمري، الحريه نور الدين ايد العسري ابو الطفل صاحب الفيديو الشهير، الحريه لجميع الاحرار والحرائر اللي في معتقلات المخزن الرجعي المتخلف. انا هذا النظام عندنا راه متخلف، راه الشعب حاكمينكم قبل الاشاعه، حاكمينكم قبل الإشاعة والخرافة والسادات. خرافة والسادات راه غال شنقول لكم لي فيكتيف ديال الأجهزة الأمنية في الجزائر العاصمة راه أكثر من المغرب كامل. راه دولة ما فيها والو، دولة خاوية، راه شبح دولة، راه هذا راه ماشي دولة، هذا راه زريبة. راه بقاو حاكمينكم قبل الإشاعة، راه نظام متخلف رجعي. والله العظيم هاد الدولة ما دولة، هذا راه ماشي دولة، هاد راه زريبه. راه باقي حاكمينكم قبل الاشاعه، بنادم باقي خايف، وحتى كاينه غموت وحده، كاينه غموت وحده. حنا صافي مادام ما معترفينش بينا، ما معترفينش بينا مغاربه، حنا حلوا لينا غير الحدود نمشيو بحالنا، ما معترفينش بينا حلوا لينا الحدود نمشيو بحالنا. وهاد البطاقه ديال الهويه ما عندنا ما نديروا بها، حتى ما معترفش بيا انا كمغربي. هاد البطاقه ديال الهويه شنو ملحات لي انا؟ التعليم، الصحه، التشغيله، شنو عطاتني؟ اش عندي ما ندير بها انا؟ انتوما في الواجبات بغيتوا المواطنين كاع يديوا الواجبات ديالهم، وفي الحقوق لا لا، الحقوق لا تكون واجباتك كوزير كمسؤول، وفي الحقوق انت ما عندك حتى حق. المغاربه بارك علينا من الدل والحقره، بقاو حاني الراس. لا 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 صافي، الله يجعل البركه. كل المغربي هي مزيان، عندنا حتى الثوره ديال التكنولوجيا والتواصل الاجتماعي، ولكن الثوره التكنولوجيه ما مستغليناهاش الطابع ديالها الخاص، وما مستغليناهاش ما هو مفيد. علاش اللي يجي كيضحك علينا اشاعات وخزعبلات وخرافات فيقوا شويه، ديروا التحليل ديالكم الواقع ديالكم ومر، كل واحد يتقابل مع وجهه في المرايه يقول واش انا انسان، واش انا مواطن، واش انا عندي كرامه، واش انا عندي حقوق، واش انا عندي تعليم، واش انا عندي مستقبل في هذه البلاد. ما عندنا لا مستقبل لا والو، راه حياتنا ملينا. انا بعدا كنهضر معاكم، انا مليت حياتي، كرهتها وكرهت هذا الوطن وكرهت اللي كيسكن فيه. علاش بزاف حتى علاش غنقول ساكتين؟ حتى علاش غنقول ساكتين؟ واش هذه المحكمه اللي كنحنا فيها محكمه؟ ما كاينه محكمه لا والو، المحكمه كتسير جهاز الاستخبارات، هي اللي كتحكم في جميع المحاكم. عندنا استقلاليه القضاء ولا شي حاجه، نتعدى اي واحد عندنا استقلاليه القضاء، فين عندنا استقلاليه القضاء كون كاين رموز ديال الفساد اللي حاكمين البلاد وراء القطبان. عندنا استقلاليه القضاء، القضاء كتحكم فيه جهاز الاستخبارات وجهاز السياسه. رجعنا لسنوات الرصاص اكثر من رجعنا لسنوات الرصاص. المحكمه ملغوبه بالاجهزه المخابراتيه، ملغومة بالأجهزة المخابراتية. بالله عليكم واش هادي محاكمة؟ هاد الناس اش دارو كاع؟ هاد الزفزاف اللي خرج على السبيطار وعلى جامعة شنو دار؟ اش دايرين لهاد المحاكمة كاملة وهاد الفصول ديال المسرحية كلها؟ راكم شفتوا فرنسا، الناس خرجات خربات حرقات ما خلو ما دار، بالكم شي واحد تحاكم بعشر سنين ولا حتى خمس سنين؟ راه بزاف هادشي، راه بزاف. المحكمة والله العظيم إلا ملغومة بالأجهزة الاستخبارية استخباراتيه، تقول هاد السيد ناصر والشباب ديال حركه الريف اشنو داروا؟ راه خرجوا طالبوا غير الحقوق ديالهم. راه هو خالد عليه وحر طالق، نائب المال العام راه هو حر طالق، ما كيقلب لي خرب لي حتى واحد.
راهو اوزين ضرب 22 مليار سب المغاربه، راهو في رئاسه البرلمان، وهاد الشباب اللي خرجوا باش يدافعوا على الشعب المغربي طالبوا بالعيش كريم، بنيات تحتيه اللي هي بسيطه. على ذكر الناس ديال الريف، كنترحموا على محمد الزهري وتعازينا، تعازينا العائله ديالو الصغيره والعائله ديالو الكبيره من الاحرار والحرائر. المنطقه ديال الريف راه عانات، والتاريخ ديالها تاريخ صراع مع المخزن وتاريخ معاناه، تكسفات بالاسلحه الكيماويه هذا الجرم الكبير اللي ما تجرى حتى واحد في السياسيين المغاربه ولا في الهيئات الحقوقيه ولا في الجمعيات باش يطلب من اسبانيا الاعتذار. بل حزب اسباني طالب من اسبانيا الاعتذار عن على هذه الجريمه النكراء اللي ارتكبتها في حق الريف الشامخ الريف العظيم. هاد الناس هادو خصهم تذكار، هاد الناس خصهم يتنصفوا. التاريخ نصف في المغرب، نصف العملاء، نصف رموز الفساد بقى شيخة عند قريمة، والناس اللي ناضلوا من أجل البلاد ماتوا في صمت. رمز من رموز التاريخ المغربي عبد الكريم الخطابي اللي كنفتخروا به جميعا وغنبقاو نفتخروا به ما مش في التاريخ المغربي، وجميع الرموز ديال اللي هما كانوا كيناضلوا من أجل الشعب المغربي هم ميشو. كما قلت هاد الناس اللي تقصفوا بالأجهزة الكيماوية لدرجة أن أكبر نسبة ديال الناس المصابين بالسرطان كاينة في الريف، هاد الناس خصهم نصب تذكاري شاهد على الجريمة اللي ارتكبتها إسبانيا في حق الريفيين. وحزب إسباني كيطالب إسبانيا باش تعتذر على الجريمة، وما تجرأت حتى هيئة وحتى حزب حتى جمعية في المغرب أنها طالب بالاعتذار. بل هو ميلف تاجر به العماري، تاجر ميلف باع وشرى فيه العماري الياس كيماوي الملقب بإلياس كيماوي. أول حاجة نعتذر، ما كنا نتقدموا تعازينا الحارة لعائلة محمد الهنائي اللي هو هذا الشاب ناري طلع على الريف. أول حاجة بقات الصورة ديالو بعيني استقبلنا أحسن استقبال، واش كنقول تعازينا الحارة محمد الهنكاري والآلينا بالريف. وكنقولوا أن علاش محمد الهنكاري هو اليوم ضحية ديال السرطان ديال القصف الكيماوي ديال الخيانة ديال النظام المخزني اللي باع الريف ديجا للاستعمار، وكيقول لهم انفصال. لأن النظام المخزني خصنا نقراو التاريخ ديالنا شوية ونقراو التاريخ، هو عميل للاستعمار، هو حليف أمريكا، هو حليف فرنسا، هو حليف إسبانيا. لأن قرينا شوية التاريخ، القصف التاريخ. والياس العمري كيفاش دخل القصر وكيفاش تحالف مع المخزن، جمع مجموعه من الملفات والوثائق والادله ثابته بحق القصف ديال الريافه اللي قصفتهم اسبانيا بالكيماوي، عميل ودان لحقوق الانسان وجرى به، وفي الاخر المخزن دخلوا عنده وتفاوض به وباع وشرى به. الياس اللي هو اللي ولا راه كان زعيم ديال حزب المخزني ديال القصر اصاله والمعاصره. علاش اليوم الريافة كتحاكموا علاش كتحاكموا التاريخ علاش كتحاكموا التاريخ؟ نسيتوا الجرائم اللي مارسوا على الشعب ديالكم؟ نسيتوا الجرائم اللي مارست حق الشعب المغربي؟ جرائم الريافة كلهم اغلبيه كل عائله مريضه بالسرطان، موت ناصر مريضه بالسرطان، جميع شحال واحد مات بالسرطان، بات الياس وشحال من عائله مات بالسرطان، وكاين باقي الان الناس مصابين بالسرطان وكيعانيوا. هذا الشاب ديال محمد المكاري رقاصه من مدينه الحسيمه حتى لمدينه الرباط، شحال ديال المصاريف وشحال ديال المصاريف؟ او السبيطار ما كاينش، راه هادشي علاش خرجوا الريافة لا قبل السبيطار، تعطي 20 عام واش شفنا باريس حرقت؟ حرقوها، حرقوا حدا القصر شونجيليزي، ما بتسمع لي 20 عام لا عام لا عامين لا سنين لا والو. ولا كيقول بردوا انا نتفاهموا الحوار، هما كيقولوا الحوار، كيقول حنا لا باغيناش الحوار، هادو ما داروا معاهم لا حوار لا. شوف التاريخ ديال الريف كيخاف منه المخزن، التاريخ ديال الريف كيخاف منه النظام المخزني، الريف الشامخ اللي غادي يبقى ديما شامخ. عبد الكريم الخطابي رحمه الله عليه
الشهيد عبد الكريم الخطابي رحمه الله عليه، كانوا سولوه قالوا ليه شنو السبب ديال الفوز ديالك على اسبانيا وانت العتاد ديالك قليل، العتاد والعده قليل ولكن فزتي على اسبانيا. قال لهم القوه الاخلاقيه، وهذه القوه الاخلاقيه هي اللي كيفتقد لها النظام الجبان الرجعي المتخلف ديالنا الفاسد، القوه الاخلاقيه. وغيبقى الريف وعبد الكريم الخطابي الشوكه في حلق النظام الرجعي الفاسد المخزني. تحيه الناس ديالنا في الريف، وتحيه المعتقلي حركه جراده، وما نساش عبد المولى الطفل اللي دهساتو سياره ديال القوات المساعده، القوه القمعيه جراده، القوه القمعيه دهساتو سياره ديال القوه القمعيه في جراده، وكيعاني دابا نص الشلل، النص ديالو ميت، بقى كيعاني من الشلل، والسبب هي سياره ديال القوه القمعيه اللي دهساتو في حركه جراده. شوفوا الجرائم ديال النظام المخزاني. طفل كان كيحلم بالحياه، كان كيحلم بالمستقبل، كان لاعب ديال كره القدم، كان كيتمنى مسكين تاوي، النظام القمعي كيحرمو من الحياه. ميت حي، النص ديالو ميت. الجرائم ديال النظام المخزاني المتعدده قدرها جزء بسيط، اما الجرائم ديال النظام المخزاني راه كبيره وكبيره بزاف. كنقولوا هذا الشيء باش نفهموا ونعرفوا ان الحل هو الشارع، ونخرجوا ونحتجوا. حنا كنستوردوا اي حاجه من فرنسا، والتقليد الاعمى باي طريقه، علاش ما نقلدوش الاحتجاج الحضاري السلمي ونخرجوا نطالبوا بالحقوق ديالنا؟ وسيدي ما تلبس كاع السطره نتايا، دير اي البس خنشه، البس خنشه خنشه، حرك دماغك خنشه، البس خنشه وشوف الهمش وتميش، وخرج دافع على راسك، طالب بالحقوق ديالك، راه الحقوق تنتزع ولا تعطى. خرجوا الشارع هو الحل، ما كاينش شي طريقه اخرى فين كاين الحل من غير الشارع. احتجاج سلمي الحضاري، ونطالبوا بالحقوق ديالنا المشروعه، وبارك من الحقره، بارك من القمع، بارك من الترهيب. نهار المغاربه كان نهار المغاربه، وكان ملي كانت المقاومه راه كنا حافظين الذاكره، وكان حافظين التاريخ ديالو. انا التاريخ ديال المخزن هو تاريخ ديال الذل والعار، التاريخ ديال المخزن هو تاريخ ديال الخيانه، التاريخ ديال المخزن هو تاريخ ديال الجرائم، التاريخ ديال المخزن هو تاريخ الاغتصاب، التاريخ ديال المخزن هو تاريخ العملاء، التاريخ ديال المخزن هو تاريخ الجبناء، التاريخ ديال المخزن هو تاريخ المستبدين الفاسدين في هذه البلاد. انا عمر المخزن كان عنده تاريخ، وعند بوه مله ولا تاصيله، المخزن كان ديما عامل، وكان ديما عامل، وديما كان خائن، وديما خان الشعب بجميع المحطات التاريخيه. ما عمر المخزن بنى تاريخ، بنى التاريخ ديالو على الضعارة والرذالة والفساد والذل والعبودية والقمع والاستبداد. المخزن ديما كان جبان. المخزن المغاربة وعاو وفهموا، عندكم كرامة وعندكم تاريخ، ما تنساوش التاريخ ديالكم، التاريخ ديالكم معروف بمداد من ذهب. التاريخ ديالكم كله 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 عطاء، كله كفاح، كله مقاومة، كله عزة. التاريخ ديالكم ما تنساوش التاريخ ديالكم، والله ترجعوا التاريخ ديالكم، والله حتى غتلقاو المستقبل ديالكم، وتجيو ترجعوا الشرف ديالكم. راه حنا عندنا التاريخ ديالنا، عشنا في الويل، وعشنا في الهم، وعشنا في التمييز، وعشنا في القحط، وعشنا في الويلات. المغاربه فيقوا ديروا نفس، المغاربه تلاش حلقوا ساكتين على هذا الظلم اللي حنا فيه، تلاش تلاش. النظام المخزني نظام فاسد ونظام ديكتاتوري، والأنظمة الدكتاتورية دائما في حاجة إلى جهاز قمعي عنيف لاحتواء التناقضات الاجتماعية، إلى أدوات سياسية لامتصاص غضب الجماهير، لامتصاص الغضب الشعبي وتحريفه، وإلى إعلام مزيف وتابع لتغييب وعي الشعب. هذه هي الطريقة اللي كيخدم بها الأنظمة الدكتاتورية بحال النظام المغربي الفاسد الدكتاتوري الرجعي المتخلف. وراه قمة التخلف، راه حاكمكم بالإشاعة، وراه في المحكمة في 2018 باقي ندير الروجيستر وستيلو، وكيقيدوا انت شنو سميتك. و 2018 الناس دخلت العالم الرقمي، ما خلاو فين وصلوا. واثيوبيا عندها أكبر مترو في إفريقيا، واثيوبيا في البصمات كيديروا بصمات بالليزر، وحنا راه بقينا حنا الاخرين، بقينا حنا الاخرين. قال لك قطار فائق السرعة على الاخرين.
راه السرعه الفائقه هي اللي طلعت بها الثروه ديال اللي حاكم هذه البلاد. هي السرعه هذيك هي السرعه الفائقه. هو يزدادوا غنى ونحن نزداد فقرا. هو من اغنى الملوك في العالم وحنا من افقر الشعوب في العالم. هو من اغنى الملوك في العالم وحنا الدخل في المغرب معدل الدخل ديال المغاربه غتلقاو ادنى الترتيبات ديال العالم. مؤشر التنمية البشرية احنا في ادنى الترتيبات ديال العالم. لا صحة لا شغل لا تعليم، فالتعليم كارثي بجميع المقاييس. ولكن اللي حاكم البلاد يزداد غنى. 600 سيارة 5.7 مليار هذه الثروة المقدرة حسب مجلة فورس. اما الثروة الحقيقية لا يعلمها الا الله. بنما وسويسرا والقصور داخل المغرب وخارج المغرب. وبعجانطة وبني مستشفى المغاربة ما نكسبوش حتى مستشفى صحيح. ومستشفى صحيح في المعايير ديال منظمة الصحة الدولية ما عندناش سبيطار ومستشفى واحد في المعايير ديال منظمة الصحة العالمية. بعجانطة من هذوك السيارات الفاخرة ديك 600 سيارة فاخرة اللي عندك وبنيها مستشفى المغاربة. ما تضحكوش على المغاربة، هذه راه مسرحية. هنايا تتم مسرحية. هذا فصل جديد من فصول ديال المسرحية مهزلة. بالتأكيد المشهد. صافي وكيجيو المحامين باش يأتوا المشهد، الصحفيين باش يأتوا المشهد. مهزلة. حنا حاضرين لها. ولكن المخزن حنا كنعرفوا الأساليب ديالو، كنعرفوا الطرق ديالو. اللي ما بغيناش نفهموا علاش الشعب ساكت. علاش راضي بالدول؟ علاش راضي بالحكرة؟ علاش عايش تحت الصباط وراضي انه يعيش تحت الصباط؟ علاش ما تهز راسك وتقول للمخزن بارك من الدل بارك من الحكرة؟ ما انا بغيت كرامتي. إذا كانوا في النشيد الوطني كيقولوا الله الوطن الملك، انا كنتسائل الله اعطانا الحياة الارض عايشين فيها كناكلوا من خيراتها. هاد الملك شنو عطانا؟ هاد الملك شنو عطانا؟ لا راه خاد لينا اعز ما نملك هي الكرامه. النظام المخزني كيحرم الشعب المغربي من الكرامه ديالو. كنقولها وكنعاودها، العيشه بلا كرامه موت. الموت الحقيقي هو ان تعيش بدون كرامه، هذا هو الموت. وغادي نختموا ونقولوا تحيه لجميع الاحرار والحرائر. وبغينا المغاربه يتعلموا ثقافه الاحتجاج ويخرجوا يهضروا على راسهم. صافي نفضوا غبار الدل علينا ونخرجوا نقولوا بركه من الحكره. وتحيه لجميع الاحرار والحرائر والحريه ومعتقلي حراك الريف الحريه ومعتقلي حراك جراده اللي عليهم تعتيم اعلامي وتعتيم اعلامي على عبد المولى المدهوس من طرف سياره ديال القمع. الحريه الملكه سكيطه، الحريه العادل البداحي، الحريه العزيزه الحمري، الحريه نور الدين ايد العسري، عزيزه الحمري ونور الدين ايد العسري ما نسيناهمش. حميد المداوي كنطالبوا باطلاق السراح ديال جميع المعتقلين السياسيين في المغرب. الناس اللي خرجت باش تقول للمخزن بركه من الدل وبركه من الحكره. الناس اللي خرجت تدافع على الشعب المغربي وتطالب بالكرامه وبالعيش الكريم وبالحقوق. واحد النقطه، علاش من النقطه الاخر غنشير ليها ونختموا، علاش حنا في الفيسبوك الناس كيتناقشوا النقاش الخاوي الراقي خدوز حاجه تافهه نيبه علاش ما داش حمله وطنيه ودوليه من اجل اطلاق سراح كافه المعتقلين السياسيين؟ استغلوا الثوره التكنولوجيه وهضروا على الاعتقال السياسي وهضروا على تعبيرنا بالثروه ولا هضروا على هذا الشيء. ما تهضروش على الهوامش، واش الريح اللي كيجي كيدينا المغتربين حنا كوره في كيخيصنا؟ راه الضعف ديالنا راه كيعرفوا النظام المغزلي من خلال التكنولوجيا، كيعرف المستوى الفكري وكيعرف حتى المستوى فاش غنفكروا والبعد ديال الفكر ديالنا. اللي جا الريح اللي جا كيدينا بارك من هادشي. استغلوا الثوره التكنولوجيه واستغلوا التكنولوجيا وطفوها. ذكرنا احد الاخوه في التعليقات الحريه لدريس المقنع. كنقول الحريه لدريس كافه المعتقلين السياسيين. راه نسينا شي معتقلين، راه كاين بزاف ديال المعتقلين السياسيين. عذرنا الى نسينا شي واحد. عذرنا حنا كنقولوا كافه المعتقلين السياسيين وخصنا نديروا حمله وطنيه في الفيسبوك من اجل اطلاق سراح كافه المعتقلين السياسيين. واش كنتسناو المهدي المنتظر يجي عندنا؟ واش نتسناو المسيح الدجال؟ افيق شويه من قلبه والله ما حركش بيدك. لا نختمو نقدمو التعازي، نختمو تقديمنا التعازي لعائله محمد.
الحنكاري الصغيره والحرائر، وتحيه لجميع الاحرار والحرائر في الوطن الجريح والسلام عليكم.